شو أهدافك من الالتحاق ببرنامج عبد العزيز بن أحمد لإعداد القادة؟ أتطلع لأن أكون واحد من القادة في دولة الإمارات في إحدى مؤسساتها الحكومية ولا سيما في إمارة عجمان. لأني أعتبر أول برنامج في عمان يخدم فئة من الشباب لتطوير مهاراتهم، وأنا عن نفسي قدمت عليه لأطور مهاراتي في نفس الوقت للانتماء العماني. اكتساب أساسيات القائد الناجح والاكتساب مهارة البروتوكول والإتيكيت، وفي الأخير أني أكون قادرة على اتخاذ القرار وتوجيه الآخرين. Why did you apply? Well, I would like to go back to my organization with a new concept of leadership to help those who are doing good job to do a great job. ما هو تعريف القيادة بالنسبة إليك؟ Leadership means as follows: one, to have a deep vision; two, to have the ability to make a decision.